جدا، لان احنا برضو بنبقى حريصين نشوف الاجواء والتصريحات المختلفه حتى قبل وبعد كل مباراه للنادي الاهلي. بالنسبه لكولر كان ليه بعض التصريحات اللي هي ما اختلفتش كتير بعد مباراه الاياب او الشوط الاول زي ما احنا بنتكلم. هو تحدث عن كذا نقطه اهمها كان التحكيم، يعني قالك انا بتمنى اشوف مباراه او لقاء في اجواء تحكيميه عادله، أجواء تحكيمية عادلة، هي دي النقطة كلها. مش بس أعتقد دي الأمنية لكولر، أعتقد دي أمنيتنا كلنا، وأي حد بيتكلم بمنطق في كرة القدم مش بس لازم يكون يعني مشجع أهلاوي أو بيشجع نادي الأهلي، لا هيتكلم إن إحنا دايماً عايزين فير بلاي وعايزين تحكيم كمان يكون عادل، هي دي النقطة كلها. بالنسبة للتحكيم برضو علشان إحنا قلنا الكلام ده قبل كده وكان في برضو بعض الأقاويل، طبعاً التحكيم هيروح للإثيوبي، تم إسناد هذه المهمة للإثيوبي باملاك تسيما. هذا الحكم اللي اتقال عنه ان هو هتكون اخر مباراه تحكيميه ليه كريم. فقيل من بعد هذه النقطه او هذه المعلومه ان ده معناه ان ربما ده يكون خطر الى حد ما اكبر، لان دي اخر مباراه لهذا الحكم، فممكن يحكم باي شكل، مش هيكون في محاسبه، حتى هيكون لو حتى في محاسبه خلاص الراجل هيكون انهى يعني فترته. فبعد كده سمعنا ان لا الكلام ده مش 100% سليم، وان الراجل لا عادي دي مش اخر مباراه ليه. على كل حال ايه اللي 100% احنا شور فيه؟ الاثنين مطروحين، فاحنا مش عارفين. بس على كل حال مكمل مش مكمل ده شيء لا يعنينا، احنا اللي عايزينه يكون في تحكيم عادل للفريقين. احنا مش عايزين حد يكون مع لا يجامل الاهلي ولا يجامل الوداد، فير بلاي وتحكيم يكون كمان فير، هي دي النقطه كلها. يا ستي بلاش عادل، منطقي. احنا بقينا نروح لايه؟ والله العظيم موضوع يعني ايه الطموح اللي انت فيه ده؟ انت عايزه فير بلاي وكده؟ لا مش عجباني ارائك يعني يا واد في الفتره الاخيره. صعب جدا يا ستي بلاش العدل، لو المنطق بس حضر والله العظيم كل حاجه بتكون باينه واضحه وضوح الشمس. مش عايزين نرجع نقلب في الماتش اللي فات وفي يعني احداث سابقه مر بيها النادي الاهلي شفنا من خلالها تحكيم ما انزل الله به من سلطان. انا مش عارف احنا ليه حظنا كده مع الحكام يعني. بص ويرجع يتقال لك العكس. على كل حال خلينا نتابع التصريحات دي ونرجع نكمل.